وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى من المتصلين والمتصلات، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها تقول السائلة: هل يجوز أخذ حبوب لمنع الحيض في رمضان حتى يتسنى لي الصيام ويتسنى لي القيام؟ أقول وبالله التوفيق: نعم، يجوز ذلك. ومحل التجويز: إذا كانت هذه الحبوب تمنع الحيضة منعا تاما ولا يتولد من ورائها ضرر وبنحو هذا. أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا. وتسأل السائلة إنها مخطوبة وخطيبها يكلمها في الهاتف، وهي تكون صائمة، ولكنه لا يراني. أحيانا ينزل منها سائل ليس بالمني، هل يفطرها هذا؟ أقول وبالله التوفيق: هذا لا يفطرها ما لم يكن منيا، ولولا البعد عن هذه المحادثات في نهار رمضان وفي غير رمضان. ثم إنك مخطوبة وهو خطيبك، ولا يحل لك مثل هذا الكلام معه. هذا إنما الكلام للعاقد والمعقود، أما المخطوبة والخاطب فلا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نعم، تفضل. عن سؤال يا شيخ: هل يجوز صيام هذا اليوم الذي نحن فيه؟ إذا كان من عادتك أنك تصوم الاثنين والخميس، ووافق الخميس قبل رمضان بيوم أو يومين، فلا بأس بصيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم، والله أعلم. فعليه لا مانع من الصيام، وبالله التوفيق لمن كان متعودا الصيام. يقول السائل: ما حكم من حلف عدة أيمان على شيء واحد ووقع فيما حلف على ألا يفعله؟ هل يكفر كفارة واحدة أم عدة كفارات؟ ووضح: إذا كان الرجل أقسم بالله لن آكل الباذنجان مثلا، وأكد، وبعد ساعة أكد أقسم بالله أن لا آكل الباذنجان 10 أيمان، وبعد ذلك أكلها، فالكفارة واحدة، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للمنتقبة أن تكشف وجهها لاستخراج رخصة قيادة للضرورة؟ إذا كانت ضرورة جاز كشف الوجه للضرورة عند القضاء وعند أهل الاختصاصات كتوثيق العقود، وإذا دعت الضرورة إلى ذلك جاز بحسب الضرورة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخنا لو سمحت، والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أعز الله بك الإسلام ونصر بك الإسلام. بارك الله لو فيك. سمحت يا شيخ، لو سمحت بس كلمة، لو سمحت، الزواج الملك اليمين، لأن في كلام كثير علينا يمضي وفتن جنده الله يعلم. يعني ما مرادك بملك اليمين؟ لعلك تتبع المذيعين الفجرة الذين يشوهون جمال الشريعة. يا شيخ
يا سيدي لو سمحت، هم النهارده انا سمعت على قناه الفرعين تقريبا بيقول لك ان ما فيش حد من اهل السنه والجماعه رد عليهم، يعني عايزين كلمه عشان اقول مين. اطرح السؤال، اطرح السؤال، لانني لا استمع الى هذا العبث والغساء، فاطرح سؤالك. ما سؤالك؟ ما يسمى توفيق عكاشه ده الشيخ مصطفى النهارده قال الجماعه بتوع السلفيين بتوع مصر والاخوان مقرين بالموضوع ده ومحدش اتكلم محدش رد على يعني انا ما انا فاهم ايه الموضوع، يعني ما انا فاهم ايه الموضوع. يعني ملك اليمين كان موجودا في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام ونزل في القران، والان لم تعد هناك اماء وليس هناك الان عبيد. في كتاب الله يقول تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فقال الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. لكن الان ليس هنا الان ملك يمين، لا يوجد فيما بيننا ملك يمين، فكيف يستجاز مثل ذلك؟ هؤلاء العابثون انما يشوهون جمال الشريعه الان، وياتون بامور يشوهون بها جمال شريعتهم، وكما قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فانصحك بعدم الاستماع الى هؤلاء العابثين، انصحك بعدم الاستماع الى هؤلاء الكذابين. فجدير بنا ان نصغي باذاننا الى من ينفعنا. ليس من حقك ان تستمع كل ما يقال ولا ان تصغي باذانك الى كل مذيع او فاسق او فاجر، بل كما قال ربك ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ومن هذا المقام اعتبل السؤال فاقول يحرم على الناس من اهل الاسلام، يحرم على اهل الاسلام مشاهدة المسلسلات التي تبث الفسق والفجور، التي تنتشر في ثناياها صور العري المدمر للأخلاق وللبلاد وللعباد، فيحرم النظر إليها. وكذلك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فانظر إلى من تستمع، لا تصغي بآذانك إلى شراذم هم إلى الزندقة أقرب منهم للإسلام وتنقل أقوالهم. بارك الله فيك. فجدير بالمسلم التقي أن يهجر تلك القنوات الساخطة، تلك القنوات الكاذبة، تلك القنوات التي أحزنها أمر انتشار الإسلام فطفقت تعبث وتنبح نباح الكلاب. فجدير بالمسلم أن يحافظ على وقته وأن يحافظ على آذانه وأن يحافظ على سمعه وبصره، ولا يلتفت إلى هذه القنوات. حرام النظر إلى المسلسلات الماجنة والاستماع إلى المذيعين الكذابين. قال ربي جل ذكره إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول السائل ابني بالسادس علمي مؤجل لثلاث مواد، يصير يؤجل صيام رمضان إلى ما بعد الامتحانات. السائل يسأل سؤالا إجمالي، هل يجوز له أن يفطر في رمضان من أجل الامتحانات؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق لا يجوز له أن يفطر من أجل الامتحانات، ولا يجوز له أن يفطر من أجل لعب الكرة، ولا يجوز له أن يفطر من أجل هذا اللهو وهذا العبث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة مولانا حضرتك، أنا عندي 62 سنة، بيجي لي وجع في ظهري جامد جدا، فلما باجي أتوضى حضرتك ما بقدرش أرفع رجلي على الحوض، ينفع أمسك الخرطوم وأغسل رجلي كده أسايب عليها ويبقى كده وضوئي مكتمل؟ نعم، إذا تأكدت أن الماء وصل إلى جميع الرجل. يعني حضرتك أمسك الخرطوم ومن غير ما أقدر أوطي وأسيبه على رجلي كاملا، الرجل دي ثم الرجل الأخرى؟ نعم. يبقى كده وضوئي مكتملا؟ نعم، إذا تأكدت أن
إذا تأكدت أن الماء وصل إلى جميع الرجل، الرجل التي أمرت بغسلها، فلا بأس. إنما التدليك للتأكد من وصول الماء. فإذا تأكدنا كان غمرنا الرجل كلها في الماء جاز ذلك. بارك الله فيك. يقول السائل: طلقت زوجتي بالثلاث وكنت بحالة يرسى لها من التوتر، والآن أنا نادم وأريد استرجاع زوجتي، وهذه أول مرة. أقول بالله تعالى التوفيق إن طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، وبالله التوفيق. فهي محسوبة تطليق واحدة، فلك أن تراجع زوجتك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا حمضة. أعيدي السؤال الثاني. أعيدي السؤال. السؤال الأول: أنا حامل في الشهر السادس ولا أستطيع صيام رمضان، فهل علي قضاء أم إذا كبر تحنيك وحلق صار المولود؟ والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت تزعم أنها حامل في الشهر السادس وهي لا تستطيع مواصلة الصيام، فلها أن تفطر وعليها أن تعيد إذا استطاعت ذلك إن شاء الله. عليك الإعادة فيما بعد إن شاء الله. أما هي أيضا تقول وتدعي أنها حامل بذكر، تقول إنها حامل بذكر وتسأل عن العقيقة، فالعقيقة شأنها شاتان مكافئتان أي متماثلتان، تعق يوم تذبحان يوم السابع، يوم السابع من ولادته كعقيقة، وتعوذي المولود فور ولادته، وإن حنكته فلا بأس، كان تأتي بتمرة تمضغيها أو يمضغها أحد الصالحين ويلاق بها فمه. أما حلق الشعر فأيضا يوم السابع. أما عن التصدق بوزنه ذهبا فلم يثبت بذلك الخبر، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: أنا لم أصم 15 يوما من شهر رمضان الماضي بسبب الحيض، عليك إعادة تلك الأيام. طيب إذا كان الإفطار بسبب الحمل عليك إعادة تلك الأيام أيضا. أما الإعادة في شأن الحيض فبالإجماع، أما الإعادة في شأن الحمل فعلى الاختيار الذي أختاره من أقوال العلماء، وإلا هناك قول بأنك تطعمي مكان كل يوم مسكينا وأراه مرجوحا، والله أعلم. تقول السائلة: عادتها الشهرية 5 أيام ونزل بعد 5 أيام إفرازات ليست بواضحة أنها دم. أقول بالله التوفيق: إذا كانت العادة 5 أيام فالصفرة والكدرة بعد زمن الحيض لا اعتبار لها، والله أعلم. أعني اغتسلي وصلي إذا انتهت مدة الحيض وانقطع نزول الدم، وبالله التوفيق. تقول السائلة أو يقول عفوا السائل: أبي يريد أن أطلق زوجتي وأنا لم أرغب، هل أسمع كلامه؟ ينظر إلى سبب طلب أبيك الطلاق. إذا كان أبوك طلب منك الطلاق أن تطلق امرأتك لكونها ليست بدينة أو لكونها تشغلك عن طاعة الله ورسوله فأطع أباك. قال الخليل إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام: غير عتبة بابك. وكذلك قال ابن عمر: كانت تحت امرأة أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها. فأبيت، فترافعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطع أباك. فطلقتها. فإذا كان الأب رشيدا وطلب منك أن تطلقها لعلة مثل تلك العلة فلا بأس.
أما إن كان الأب سفيا ويطلب منك أن تطلق المرأة لاستقامتها أو لكونها متدينة فلا تطع أمره، لقوله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وسهلا شيخ، كل عام وانتم بخير. وأنت طيب. أنا بشتغل برا وزوجتي ممكن يعني وزوجتي سايبها في البلد هي وابني. أنا ما فيش قدامي حل إن أنا أجيب مراتي غير إن أنا أجيبها هنا على شغل هتشتغل قد مرتبي 5 أو 6 7 مرات. والسؤال ينفع تيجي لوحدها هي وابني سفر لوحدها تجيب هنا يعني ولا ما ينفع؟ يعني أنت تسأل عن العمل أو تسأل عن السفر بلا محرم؟ الاثنين. هي ينفع تشتغل قد مرتبي 7 مرات؟ طب ايه المانع اذا كان العمل حلالا؟ يعني انت ليه يعني عمل حلال؟ طيب ما الحسدها ليه تحسدها يعني؟ لماذا مش تحسدها؟ مش عشان كده، مش عشان حسد ولا حاجه، عشان القوامه. عشان القوامه؟ يعني ايوه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول تنكح المراه 4: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. فان كانت ستعمل عملا حلالا مباحا مثل أجرك 7 مرات 10 مرات فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك ما دام العمل والملابسات المحيطة به حلال. أما إذا سألت عن السفر بلا محرم للاضطرار مع الرفقة الآمنة فجائز السفر للاضطرار مع الرفقة الآمنة وهي لمدة 2 أو 3 ساعات على ما أفهم من سؤالك، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل: هل تجوز الصدقة على النصراني؟ صدقة التطوع جائزة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولك في كل ذات كبد رطبة أجر. فيجوز أن تتصدق صدقة التطوع على يهودي أو نصراني أو كافر. أما الزكوات المفروضة فلا تصح إلا للمسلمين، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد لفقيرهم، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم وديعة النقود في البنك إذا كنت سأخذ عليها فوائد؟ إذا كنت ستأخذ عليها فوائد فحرام تلك الفوائد، أما إذا كنت لن تأخذ عليها فوائد واضطررت لذلك فلا بأس بذلك، والله أعلم. يقول: عرض علي العمل في شركة عالمية لها فروع في كثير من دول العالم، وهذه الشركة تهتم بالصحة والجمال، وإذا أردت أن أصبح عضوا فيها لابد من شراء منتج من منتجاتهم لكي يتم دخولي فيها، وبذلك يصرف لي راتب شهري يزداد كلما ازداد شرائي، وكلما دعوت أشخاصا للدخول في الشركة بنفس الطريقة تقاضيت أرباحا. إذا كانت هذه الشركة مثل شركات الكيونيت المشهورة التي اشتهرت هذه الأيام وعلى غرارها عدد من الشركات وسالفتها شركة النصب التي كانت تسمى بزنس، فكل هذه شركات نصب ابتعد عنها، ومحور تحريم العمل مع هذه الشركات جهالة المنتجات المتاجر فيها، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يعطيك العافية. شيخنا بعد إذنك ليه سؤالين بعد إذنك. تفضل. السؤال الأول بعد إذنك: بس زوجتي عندها يوم قضاء، وهي صامت كل أيام بقى لها يوم، والسبب سبب شرعي ما قدرتش تصوم إلا اليوم، هل يجوز؟ يعني إذا انقضى يعني تصوم اليوم. عفوا، يعني أنت تسأل الآن هي صائمة اليوم يوما عليها؟
أيوة قضاء. لا حرج. جزاك الله خير. السؤال الثاني بعد إذنك يا شيخنا. تفضل. أنا بس اشتريت سيارة بالتقسيط. اشتريت سيارة بالتقسيط؟ وبعتها. آه وبعتها. طيب. واشتريت شقة بفلوسها. وأنا هي كانت 3 سنوات القسط. دفعت 2 سنين وباقي سنة. مش عارف الزكاة على الشقة دي تكون إزاي. أنت اشتريت الشقة للسكنة فيها أو للإتجار فيها؟ لا لا هي للإتجار. للإتجار. نعم. إذا قيمها. نعم. قيم الشقة التي تملكها بالسعر الذي إذا أعلنت عنه أتاك المشترون، ومن ثم إذا مر عليها سنة معك أخرج عليها الزكاة، وبالله التوفيق. على كل المال يا شيخنا؟ نعم. على كل المبلغ بتاع الشقة ولا نعم نعم نعم. على السنتين اللي أنا دفعتهم؟ لأن أنا لسه في سعرها السنة ما دفعتهم. عفوا أنت تسمن الشركة الآن، تسمن الشقة الآن. نعم. عليك ديون، تقسم الديون من قيمة الشقة. تمام. والمتبقي تزكي عليه. جزاك الله كل خير يا شيخنا. وإياكم. كل عام وأنتم بخير. السلام طيب. عليكم. وأنت طيب. السلام عليكم. يقول أخ السائل: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام زوج أختها؟ لا يجوز لها ذلك، فإن زوج الأخت ليس من المحارم، إنما تحريمه مؤقت، والمحرم الذي تكشف عليه المرأة المحرم على التأبيد، والله أعلم. هل يجوز قراءة الفاتحة على الأموات؟ لم يرد هذا عن الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ورد لاقتفينا أثره واتبعنا فعله عليه صلوات الله وسلامه. يقول السائل: ما حكم العمل بفندق سياحي؟ الأولى البعد عنه لما تراه من المناظر العارية الفاضحة، وإن اضطررت فليكن عملك بعيدا عن المنكرات، والله أعلم. هل يجوز لمن تبرأ من والديه أن يرث فيهم؟ نعم يجوز، لأن كلمة التبرؤ من الشخص لا تعني أنه كافر، فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من السارقة والحلقة والشاقة، وليس معنى ذلك أن هؤلاء على الكفر، إنما إن عذبوا فلست بمسؤول، كما في الحديث الآخر وإن كان في سندي ضعف: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، يعني إن أصيب بشيء لست بمسؤول عنه، وليس المعنى أنه كافر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يطول في عمرك ورب أحسن عملك. وياك. كل عام وأنت بخير. وأنت طيب. عندي سؤالين يا شيخ صلاح. نعم. أنا عندي أختي عندها طفلتين. نعم. يعني أختي عندها طفلتين، طفلة 2 سنين وطفلة 7 شهور، ينفع تروح تصلي التراويح بيهم في الجامع ولا كده هتضايق المصلين مثلا؟ السؤال الثاني: لو دخلت مثلا في التراويح إن شاء الله أصلي العشاء بس ما لحقتش العشاء، لحقت التراويح، ينفع أكمل بعد ما الناس تسلم ولا أسلم معاهم وأصلي العشاء لوحدي؟ وجزاك الله خير يا شيخ. وياكي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن شهود الأطفال المسجد فقد دلت عدة أدلة على جواز ذلك، فمن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدخل الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. وأيضا دل على ذلك أن صفوف الرجال كانت أولا ثم صفوف الصبيان ثم صفوف النساء، أو بمعنى قريب من هذا، وإن كان الحديث بهذا فيه مقال، لكن تواجد الصبيان وارد أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة فأقبل الحسن والحسين يتعثران يمشيان في ثوبين أحمرين، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر واحتضنهما وقال: صدق الله إذ قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. لكن
إذا كان الأولاد سيسببون تشويشا على المصلين وإيذاء للمصلين فهذا نوع فساد والله لا يحب الفساد. وقد أمرنا في صلاتنا أن نخشع، قال تعالى في كتابه الكريم مرغبا في الخشوع والذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال وقوموا لله قانتين. فإذا كان الصبي سيشوش ومفسدته أكثر من مصلحة المجيب، أبقته أمه في المسجد حتى لا تشوش على المصلين، والله أعلم، أبقته أمه في المنزل حتى لا تشوش على المصلين، والله أعلم. السلام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام حضرتك بخير. وأنت طيبة. لدي سؤال. بالنسبة لسنن الوضوء، هي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الأنفاح من غير لزوم على ولا إنكار على من تركها. طيب بالنسبة لتقديم اليمنى على اليسرى، هل يعني أختي الكريمة؟ نعم. أنا ما طلبت منك تقدمي المقدمة التي قدمتيها. أنت لا. تقدمي مقدمة لا حاجة لي فيها. فلا تلزمين بما فهمتي. المهم اسألي سؤالك. بالنسبة لتقديم اليمنى على اليسرى، هل أستطيع على كده أن أنا أنكر على اللي بيقدم اليسرى على اليمنى؟ كيف يعني تقديم اليمنى على اليسرى في ماذا يعني؟ يعني تقديم اليمنى على اليسرى هذه من السنن. ما هي، ما معنى تقديم اليمنى على اليسرى؟ في الوضوء أن أنا أقدم اليد اليمنى على اليسرى. هكذا يعني. طيب هل كده لو جاء شخص يتوضأ وقدم اليسرى عليه من أنكر عليه أم لا؟ أنكري عليه لكن بالحسنى يعني، علميه بالحسنى. الأخ يسأل أو الأخت السابقة تسأل عن كونها لم تصلي صلاة العشاء وجاءت والناس يصلون صلاة التراويح، هل يجوز لها أن تدخل معهم في ركعتين من ركعات التراويح وبعد أن يسلم الإمام تقوم وتأتي بالركعات التي فاتتها بالتي بقيت عليها؟ نعم، فصلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، وذلك لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى بيته يصلي بقومه العشاء، هي له نافلة ولهم فريضة وهو الإمام، فيجوز إمامة المفترض بالمتنفل وكذلك يجوز إمامة المتنفل بالمفترض، والله أعلم. يقول السائل هل يجوز أن تتزوج فتاة في الخمسين من عمرها من رجل في الخمسة والثلاثين من عمره متزوج وله أولاد دون علم أهله ولكن أهلي فقط يعلمون؟ أما عن الزواج وصحته فجائز، جائز أن تتزوج المرأة التي بلغت من العمر خمسين سنة برجل عمره خمسة وثلاثون سنة، لا مانع من ذلك. قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ويتكبره بخمسة عشر عاما، أما كون زوجته لا تعرف فهذا نوغش، فلا تغشين، وكما تحب لنفسك أحب للأخريات، والأنكحة تعلن، بارك الله فيك. تقول ما تبني في حادث في المدينة المنورة وعمره 13 عاما وكان معي لأداء العمرة في شهر رمضان وذهبنا مكة أولا وأدى العمرة مرتين ومات وهو صائم ودفن بالبقيع، هل ابني شهيد؟ الله سبحانه أعلم بالمآل، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الهدم شهيد، وأحسب والله أعلم أن من صدمته سيارة يدخل في عداد أصحاب الهدم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ مصطفى بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل حضرتك، بس أنا بشتغل في مكان وفي ناس بيجيبولي بيدوني فلوس وحاجات رمضان وكده على أساس إن أنا يعني بيوزعوا على كل الناس الموجودة. إذا كان التوزيع على كل العاملين دون طلب لخدمات تقدم لهم
إنما هي أو إنما لا تأثير لها على أداء العمل وسلامته، وكانت عامة فلا بأس بذلك. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: نحن سبعة في مكان منقطع ومعنا إمام خطيب، هل يجوز لنا أن نصلي الجمعة معا؟ نعم يجوز، فليس هناك مانع من ذلك، وبالله التوفيق. يقول: ما حكم من يرتكب الفاحشة في نهار رمضان، جمع بين جملة من الكبائر من انتهاك حرمة الشهر ومن الزنا ومن الإفطار، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين مع الاستغفار المتواصل وعمل الصالحات؟ والله أعلم. تقول: سقط حملي قبل تمام الشهر، فما حكم الدم؟ انتظري، إذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي. يقول: هل السجائر تنقض الوضوء؟ السجائر لا تنقض الوضوء، لكنها محرمة، وبالله التوفيق. يقول: ما علاج النظرة أو العين؟ علاجها الرقية، ومن علاجها أيضا أن تطلب ممن ظننت أنه أصابك بعينه أن يغتسل أو يتوضأ ويغسل ركبتيه، وخذ الماء فصب الماء على نفسك، والله أعلم. يقول: هل قراءة سورة البقرة يوميا تساعد على تسهيل الزواج والرزق؟ لا أعلم في ذلك نصا، إنما الدعاء، والله أعلم. يقول: ابنتي تخاف بشدة وتقول إنها تسمع أصوات ولا تتحرك إلا مع أحد مثل أختها، وعندها 6 سنوات، وأنا قمت برقيتها ولا تزال، استمر في الرقية والدعاء لها، وبالله التوفيق. تقول: شخص يعمل في عمل يعرف ناسا ويخدمهم ويهدونه بأشياء، إذا كانت الهدايا لا تؤثر على سلامة عملك ولا تعطيهم أشياء ليست حقوقا لهم فلا بأس، والله أعلم. يقول: أعمل حارسا في بيت لا يخلو من الزنا والخمر، ما الحكم؟ اترك هذا العمل واذهب إلى بيت آخر أهله أهل صلاح، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وأنت بخير يا شيخ. وأنت طيب، بارك الله فيك. أنا أحبك في الله كثير. أحبك الله الذي أحببتنا له. وقد رأيتك في المنام. الله يجعلنا مع الصالحين وإياكم السامعين والسمعات. يا شيخ ادعو الله أن يجعلني معك يوم القيامة. الله يسكننا وإياك الفردوس مع نبينا محمد يا رب والسامعين. بارك والسمعات. الله فيك. وفيكم. يقول: جاءني في المنام الشيخ فلان وقال إن القيامة ستقوم قريبا. أولا، لا يعلم أحد ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن عموما إذا كان هناك من يؤولها تأويلا خاصا، بمعنى أن قيامة الشخص نفسه التي ستقوم بمعنى أنه سيموت، فله وجه في ذلك، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ مصطفى، بالله عليك، أنا أتخذ جميع الأسباب لأقوم الليل لكني لا أستطيع القيام، ووالدي أيضا يحاول أن يوقظني لقيام الليل لكنه لا يستطيع، فماذا العمل؟ وأنا حزين جدا لهذا السبب. السؤال الثاني شيخ مصطفى. تفضل. ألو. تفضل.
الشيخ مصطفى، هل حلق اللحية معناتها حرام أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما كونك أخذت بجميع الأسباب ولم تقم لليل ونمت مبكرا ونبهت أو ضبطت المنبهات ووصيت إخوانك يوقظونك، فلم يبق إلا أن تسأل الله التوفيق، لم يبق إلا أن تسأل الله التوفيق، إلا إذا كانت حالة مرضية حينئذ ستستلزم عرض نفسك على طبيب مختص ومن العلماء الأولين من يوصي بالحجامة، والله أعلم. هذا وعن حلق اللحية، فحلق اللحية حرام. قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، والله أعلم. السلام عليكم. يقول أخو السائل: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير يا شيخنا. وانت طيب. الله يسلمك يا شيخ. بدي تفتي لي، هل قد يوجد عندي في عائلتي مشاكل يوميا يوميا من ضمن إخوتي؟ هل يوجد سحر أو يوجد حدا داعى على أولادهم أنهم ما يفرحوا فيهم؟ أنتم محافظون على الصلوات يا أخي الكريم. يحافظون على الصلوات ويستغفرون الله كل يوم يستجدون بالله. اقرأوا قرآنا في البيت، اقرأوا قرآنا في البيت. حياك الله يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يقول الأخ السائل: منذ 12 سنة وأنا في مشكلة لا أعرف لها حلا. تسرق نقودي، يسرق ذهب زوجتي بسبب أنها ملبوسة من الجن. البيت فيه لص، إما أن الزوجة هي التي تسرق، أو أن يا شخصا الخادمة تسرق، أو أن أي شخص يدخل البيت ويسرق. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. فإذا أودعت أشياءك في دولاب وسرق فلا تتصور أن الجن الذي سرق، لأن النبي قال: إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، والله أعلم. يسأل سائل: هل يجوز المرأة أن تصلي العشاء والفجر في حوش المنزل ولا يراها رجل أجنبي؟ نعم يجوز لها ذلك. تقول: متزوجة من 10 سنين، وعرفت أني رضعت 3 رضعات مع أخو زوجي، وعندي بنتان. ما دام الزواج قد تم، سنأخذ برأي العلماء القائلين بأن الذي يحرم 5 رضعات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك، انا ام عبد الرحمن من الخيوم. زوجي رمى علي طلاق. اول مره قال لي انت محرمه، وثاني مره قال لي انت طالق، وثالث مره قال لي انت طالق بالثلاثه. فهل يجوز ان ارجع له ثاني؟ نعم، لان الاولى لما قال لك انت محرمه لا تحسب تطليقة، إنما يكفر عنها كفارة يمين، والله أعلم. أما التطليقة الثانية والثالثة فواقعتان، بقيت له تطليقة واحدة. إن قال لك أنت طالق فحينئذ أنت ستكونين محرمة عليه، بارك الله فيك. أما الأولى فعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. السلام عليكم. يقول: أنا شخص يأتيني الناس بزكواتهم، والله يعلم أني أخشى الله، لكن علي ديون ودخلي ليس بذاك ولا أستطيع سدادها، هل يجوز أن أخذ شيئا من هذه الزكوات؟ استأذن أصحاب الأموال، وإن تعذر فيمكن أن تأخذ بالقدر الذي تعطي به أمثالك، يعني إذا كنت تعطي كل فقير من أمثالك 10 جنيهات فأعطي نفسك 10 جنيهات، والأفضل استئذان أصحاب الأموال في ذلك، والله أعلم.
هل يجوز لمعلمة القرآن أو الطالبة طالبة العلم الجلوس في المسجد زمن المدة الحيض؟ هذه من مسائل الخلاف بين العلماء، والجمهور يمنعون وأختار الرأي القائل بجواز البقاء ما لم يتلوث المسجد، والله أعلم. تقول إنها مخطوبة يجلس معها خطيبها ومعنا ابنة عمرها ابنة عمي عمرها 12 سنة لم تبلغ، هل هذا جائز؟ لا يجوز، لأن الخاطب رجل أجنبي والبنت التي عمرها 12 سنة لا تزيل الخلوة، إنما يزيلها البالغ أو المرأة البالغة، والله أعلم. هل يجوز إخراج كفارة يمين الطلاق مالا بدلا من الإطعام؟ الأولى إخراجها طعام، وهذا الأتبع للسلف، والله أعلم. يقول: أمي ماتت منذ 5 سنوات، أشعر بالحزن دائما واحتياجي إليها، ولا شيء يسعدني في الدنيا بعد وفاتها. هذا الذي يصنع غلو وإسراف، وكلنا سنموت والاقتصاد مطلب، والله أعلم. يقول: ما حكم من فاتته صلاة منذ زمن القضاء منذ زمن، يقضي أم ماذا يصنع؟ عليه بقضاء تلك الصلوات، وهذا رأي الجماهير. ما حكم حلق الرأس كاملا بالموس؟ يكره لغير نسك ولغير حاجة، والله أعلم. يقول: ما حكم الزواج بابنة رجل يأكل الربا؟ ما حكم الزواج بابنة رجل يأكل الربا؟ إذا كانت البنت صالحة فتزوجها واتقي أموال هذا الرجل، أما إذا لم تكن كذلك فابتعد عنها وعن أبيها، بارك الله فيك. هذا وما ذكر من جواز الزواج بها إن كانت صالحة، لكن الأولى أن تحرص على الزواج ببنات الصالحين، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة تدعو إلى الخير وتذكر به، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتاب العزيز على الوجه الذي يرضى به عنا، وعلى الصدقة والزكاة، وعلى القيام والدعاء وتلاوة القرآن، اللهم آمين. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الأخ الرئيس محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير على كتابه الكريم وعلى سنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام، وأذكره بقول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، كما أذكر المسلمين بتقوى الله سبحانه وأعمال البر والطاعات في هذا الشهر المبارك الميمون. هذا ومن كانت له رحم مقطوعة فليبادر بالوصل، ومن كان عاقا فليبادر بالبر، ومن كانت له جيرة فليبادر بوصل الجيران والإحسان إليهم وعموم أعمال البر والصلاح. هذا وإني لناصح لنصارى مصر لما لهم علينا من حق النصح، فهم لنا جيران، أسأل الله أن يهديهم إلى صراطه المستقيم وأن يقلعوا عن الشرك والكفر الذي هم فيه، فالله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فآمنوا معشر النصارى
وآمنوا معشر القساوسة فقد علمتم أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وإلى الصوفية أذكركم بالله وأنتم صوم ألا تذهبوا إلى قبور الأموات وتسألونهم جلب الخير أو دفع الضر، فهذا شرك بالله يحبط صيامكم ويحبط قيامكم. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتوبوا إلى الله معشر الصوفية وأقلعوا عن البدع والضلالات التي أنتم فيها، واعلموا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه. وأذكر المسلمين بأنه يحرم عليهم مشاهدة الأفلام والمسلسلات القبيحة التي تبث في رمضان، وهذا بلا شك يضيع أو يكاد أن يضيع أجور صيامهم وأجور قيامهم. ولقد قال ربنا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأحذر من الإعلام الفاسد في مصر وفي غير مصر، وأسأل الله أن يهدي وزير الإعلام المصري وأن يتوب عليه وأن يمنع هذه القاذورات التي تبث في الفضائية المصرية وفي غيرها من القنوات، فإنك يا وزير الإعلام المصري مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم تلقاه عن الفساد والفسق الذي يبث من خلال القنوات الفضائية المصرية، ومتحمل بين كل حالة، وكل شخص ضل بسببك أنت مسؤول عنه يوم تلقى الله. فجدير بوزير الإعلام يتقن المسلمة، ففي رمضان نحتاج بالله لا نحتاج إلى من ينشر الفسق والضلال، إلى من يفسد علينا بمسلسل. فلي ويا مدراء الإعلام إعلامكم فأنتم مسؤولون عن إضلال العباد. هدانا الله وإياكم إلى صراطه المستقيم. هذه الداخلية أن يتقي الله في الطامات الذين استقام محمد صلى الله عليه وسلم وأطلقوا لحاهم، وليوقف مع هذا الشهر الكريم قرارات الفصل التعسفية التي قامت ضد هؤلاء الضباط وحالت بينهم وبين عملهم من أجل التزامهم بسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أسأل الله أن يثبت إخواني المطيعين لرسولهم الأمين عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله أن يبارك فيهم وفي مساعيهم هذا، وأسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلال رمضان بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لكل ما يحبه ربنا ويرضاه هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، ولا تنسوا ذكر الله، ولا تنسوا الاستغفار، ولا تنسوا رد المظالم إلى أهلها، ولا ييأسن أحدكم من رحمة الله. وإني أذكر الرئيس المصري السابق محمد حسني بن السيد مبارك وأولاده والوزراء السابقين بالتوبة إلى الله وبرد المظالم إلى أهلها وبإصلاح ما قد أفسد، فعليهم جميعا بالرجوع إلى الله وأبواب التوبة مفتوحة وبرد المظالم إلى أهلها قدر الاستطاعة في هذه الأيام الطيبة المباركة. ونحن نرى أن الدنيا تتقلب وأن الناس يموتون واحدا تلو الآخر، فعلينا بالتوبة والرجوع إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار.